عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. معكم أستاذ محمود عبد الفتاح عبد العزيز منصور، مدرس مادة الجغرافيا للثانوية العامة، جنسيتي مصري. رقم تليفوني هو 010-68-69-6433. أنا بدرس في المرحلة الثانوية، مدرستي اسمها مدرسة إبشاق الثانوية المشتركة. بيشرفني النهاردة إني أقدم لحضراتكم شرح لدرس نظرية ألفريد فيجنر لزحزحة القارات ضمن مشروع تخرج منحة المعلمين العرب المجانية 25 سبتمبر حتى 20 أكتوبر 2020. درسنا النهاردة فيه 3 محاور. المحور الأول بنتكلم فيه عن المرحلة الأولى لنشأة الكرة الأرضية، ثم المرحلة الثانية لنشأة الكرة الأرضية، ثم المرحلة الثالثة لنشأة الكرة الأرضية. يهمني إن في آخر الدرس إن الطالب يتعرف على أهم المراحل اللي مرت بيها الأرض، ويقارن كمان ما بين الكرة الأرضية في المرحلة الأولى ولحد ما وصلت للمرحلة الثالثة، ويقدر أهمية علم الجغرافيا في ترسيخ الإيمان بربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ. درسنا بيتكلم عن نظرية ألفريد فيجنر لزحزحة القارات. العنصر الأول بيتكلم عن شكل الكرة الأرضية قبل عملية الانكسار. بنقول هنا إنه الكرة الأرضية كانت اللي هي النهاردة 6 قارات أو 7 قارات، كانت زمان عبارة عن قارة واحدة، والقارة دي كان اسمها بنجايا أم القارات. يبقى العالم اللي هو 6 قارات النهاردة كان عبارة عن قارة واحدة اسمها بنجايا أم القارة، وكان بيحيط بقارة بنجايا دي محيط اسمه محيط بن ثلاثة العظيم. ونتيجة حركات التصدع اللي كانت بتحصل للكرة الأرضية وحركات التكسر وحركات الالتواء، انقسمت القارة اللي هي اسمها بنجايا دي في المرحلة الثانية إلى قارتين، قارة في الشمال اسمها جوندوانا، وقارة في الجنوب اسمها لوراسيا. وظهر ما بين جوندوانا ولوراسيا بحر اسمه بحر تيثيس، بحر اسمه بحر تيثيس. ثم في المرحلة الثالثة انقسمت جوندوانا ولوراسيا تمام إلى مجموعة من القارات اللي هنعرفها في المرحلة الثانية من شرح الدرس. يهمني في المرحلة دي إن أنت عزيزي الطالب تكون عرفت إن العالم في الأول كان عبارة عن كتلة واحدة اسمها بنجايا، وبعدين الكتلة دي انقسمت لكتلتين وهي جوندوانا ولوراسيا. تعالوا نشوف الرسم التوضيحي اللي بيوضح شكل الكرة الأرضية. في المرحلة دي الكتلة الواحدة اللي هي الكرة الأرضية كلها دي اسمها كتلة بنجايا، زي ما احنا شايفين الكرة الأرضية عبارة عن كتلة واحدة. دائرة الاستواء طبعا بتقسمها نصين زي ما هي على شكلها الحالي، ثم بتنقسم جوندوانا ولوراسيا، طبعا جوندوانا في الشمال ولوراسيا في الجنوب، وبيفصل بينهم بحر تيثيس العظيم. دي يعتبر الانقسام الأول، قارة بنجايا انقسمت لوراسيا ثم جوندوانا، وبيفصل ما بينهم بحر تيثيس العظيم. يبقى في المرحلة الثالثة هتتعرض جوندوانا ولوراسيا إلى عمليات تكسر وتصدع هينتج عنهم 7 قارات. لوراسيا الشمالية هتكون أوروبا ثم آسيا ثم أمريكا الشمالية، ثم جندوانا الجنوبية هتعمل قارة إفريقيا، ثم أوقيانوسيا اللي هي أستراليا، وأمريكا اللاتينية اللي هي أكبر جزء فيها النهاردة هو أمريكا الجنوبية، وإنتركاتيكا. وإنتركاتيكا زي ما احنا شايفين قارة أوراسيا تمام، اللي هي أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية،
وأمريكا الجنوبية، ثم إفريقيا، ثم الهند شبه القارة الهندية وقتها، أوقيانوسيا اللي هي أستراليا، ثم إنتر كاتيكا. واضح قدام السبع قارات اللي كان بيتكون منهم اللي بيتكون منهم العالم النهاردة، واضح كانوا عاملين إزاي. تعالوا نشوف عملية الانقسام. خلي بالكوا، أوراسيا اللي هي أوروبا وآسيا، وأمريكا الشمالية اللي هي أمريكا الشمالية النهاردة، ودول اللي بيمثلوا الكتلة الشمالية اللي هي لوراسيا. إنما إفريقيا، أمريكا الجنوبية، والهند، وأوقيانوسيا، وأنتاركتيكا، دول اللي كانوا بيمثلوا جوندوانا. بعدين بنشوف بعد كده انقسام العالم، أو وصول العالم لشكله الحالي بعد انقسام بانجايا ولوراسيا، ثم ظهور آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا. تمام؟ القارات السبعة بدأت بالتزحزح والابتعاد عن بعضها لحد ما أخدت شكلها الحالي. تعالوا نشوف بنجاية. تمام، زي ما احنا شايفين عملية الانقسام بتحصل، وعملية التباعد بتحصل، مرحلة بعد كده في الابتعاد بيبدأ العالم يوصل لشكله الحالي بصورة تدريجية زي ما احنا شايفين. لسه اهي أوراسيا اللي هي أوروبا وآسيا، أمريكا الشمالية، أفريقيا، أمريكا الجنوبية، ودي شبه القارة الهندية. تمام، ودي أوقيانوسيا اللي هي أستراليا، ودي أنتاركتيكا. تمام، بنكمل عملية التباعد. بنشوف العالم وهو بيوصل مرحلة مرحلة لشكله الحالي لحد ما تقريبا دي النهائية للعالم في شكله النهاردة، بوجود الجزر وتفككها وابتعادها عن الكتل اللي كانت متصلة بيها. تمام، النهاردة ده شكل العالم زي اللي احنا نعرفه النهاردة. بيهمني النهاردة إن إحنا نكون استفدنا من تعرف على نظرية ألفريد فيجنر، إن الطالب يتعرف على نشأة الكرة الأرضية والمراحل اللي مرت بيها الكرة الأرضية. تمام، ويحدد كمان أي القارات القديمة اللي بتنتمي إليها جمهورية مصر العربية. والمطلوب مننا بعد ما نشوف الفيديو ده هو إن إحنا نبحث عن أهم الدلائل اللي بتثبت صدق نظرية ألفريد فيجنر، وصدقوني هتستفيدوا جدا لو عرفتوا يعني الدلائل اللي بتثبت صدق النظرية، وهتستفيدوا خالص من نظرية ألفريد فيجنر. في نهاية الفيديو بحب أوجه شكري وتقديري الكبير لدكتورنا العزيز دكتور محمد سعيد اللي أتاح لنا فرصة طيبة، وإلى كل المحاضرين المحترمين اللي استفدنا من علمهم كتير في المنحة الطيبة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أستاذ محمود عبد الفتاح، مدرس الجغرافيا بجمهورية مصر العربية. شكرا تاني مرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.